بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات، والله وصلنا الكعبة الشريفة ما شاء الله، وكان مطر ما شاء الله. وهاي العمرة اليوم بروح المرحومة مريم محمد العدوان بنت سارة، مريم محمد العدوان بنت سارة رحم الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم ارشد إليها واجعلها نورا تتأمي يديها. الله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم رد ترابها، اللهم يسر حسابها، اللهم اجعل مأواها يا رب العالمين. اللهم زد في حسناتها، اللهم زد في حسناتها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إني من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم زد في حسناتها، اللهم زد في حسناتها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إني من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أمطار ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغسلها بماء الثلج والبرد، ونقيها من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا من خير اهلها، وزوجها خيرا من زوجها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم وسع مدخلها يا رب العالمين. لا اله الا انت، سبحانك إني، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربي اغفر لي والوالدين، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب يا رب اجعل قبرها رمي الجنة يا رب العالمين. اللهم اسكنها فسيح جنانه، اللهم اسكنها فسيح جنانه يا رب العالمين، واجعلها الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، يا رب لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلبنا على دينك وعلى الإيمان. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن طاعتك من الغافلين. ربي اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو الله رب الناس، اذهب البأس أنت الشافي،
لا شفاء لشفائك، شفاء ما يغادر لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي والوالدين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.